على نشاطات عسكرية. هاي النشاطات اللي تساعدنا في تطوير مهارات المرشد الأردنية. طبعا كل هذا الشغل بفضل القائدة رائدة بدر، بتعلمنا كيف المهارات العسكرية، بيجيبوا لنا جيش بيعلمنا كيف، يعني على اساس انه مثلا انا بدي ادخل جيش بيعلمني كيف مسبقا او لاحقا بدي اصير عسكرية، كيف الاساسيات اللي بدي اعتمد عليها عشان اصير عسكرية. المخيمات الكشفية بتعلمنا صفات كتير، الاعتماد على النفس، الثقة بالنفس، كمان الصبر اهم اشي. الصبح اول ما نصحى نتدرب الرياضة، نصحى الساعة 5:30 ويدربونا رياضة الصبح تدريب عسكري، وبعدين بنرجع على الغرف نرتب حالنا نطلع على الفطور، بعدين ننزل نرجع على الغرف تقييم صباحي، بعد تقييم صباحي على سارة العلم نرفع العلم، والمخيمات اللي جابت يعني المركز الأول تتقدم خطوة للأمام نضرب لها تحية. طبعا هذا اللقاء الوطني الوفاء للوطن اللي مشاركين فيه مرشدات من جميع المديريات المملكة وقائد، تقريبا 300 شخص تواجدوا على ارض المخيم، 250 مرشده وقائدات مش بيشرفوا عليهم متميزات مدربات. طبعا هذا اللقاء تعمل دائما وزاره التربيه والتعليم على اثراء البرامج بالفعاليات والمهارات والخبرات التربويه الهادفه التي تتجسد بالقيم اللي بتكتسب منها المرشدات الولاء والوفاء للوطن من خلال مشاركتهم في هذا اللقاء. في عنا الاستكشاف والمخاطرة اللي بتنمي شخصية الطالب وتعلمها على التحدي، في عنا التدريب العسكري، في عنا القرية الإرشادية، في عنا العمل والخدمة العامة. كنا قاعدين ندهن أطراف المخيم عشان يكون أجمل ومنظره أفضل. الثقة، الوفاء والانتماء والاعتماد على الذات والنفس هي الصفات اللي بتزرعها المخيمات الكشفية بشخصية المتطوعين والطلبة. واليوم من منطقة الكرامة ومن مخيم الوفاء للوطن نحكي لكم صباح الخير.